هل يرى فضيلتكم أن التحدث عن أخطاء ولاة الأمر عن عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وفي غيرها مما يخدم أعداء الله من اليهود والنصارى والعلمانيين، وأن هذه الطريقة هي طريقة المنافقين في إشاعة الفتن والاختلاف بين ولاة الأمر والرعية؟ أفتونا مأجورين. الجواب في السؤال، السؤال اشتمل على الجواب. لا يجوز إشاعة الفتنة بين المسلمين وسب ولاة الأمور وسب العلماء، لأن هذا يفرق الجماعة، وهذه طريقة الخوارج. وما حصلت الفتنة في مقتل عثمان رضي الله عنه إلا بمثل هذا، لما تكلموا في الوالي وجاء الخبيث هذا بن سبأ وصار يتجول ويتشمع عليه الشباب وينفث فيهم هذه السموم، انتهى الأمر بالفاجعة على المسلمين. فلا يتساهل في هذا الأمر أبداً، ويحذر من هذا الإنترنت الذي يستخدم لمثل هذه الأمور، لأن هذا مما يزرع الفتنة بين المسلمين، يفرق الجماعة وينشر البغضاء بين الراعي والرعية وبين العلماء والعوام، وهم يريدون يفرقون بين المسلمين. اللي عنده ملاحظة أو عنده نصيحة ما في مانع يبديها بالطرق الصحيحة، بإيصالها إلى أهلها، إيصال النصيحة إلى أهلها. وليس من النصيحة أنك تجلس في مجلس أو عند مسجل أو عند إنترنت وتنشر ما عندك من الأفكار السيئة والغيبة والنميمة والكلام، ليس هذا من النصيحة، هذا من الفضيحة وهذا من الشر. نعم.